السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا لليوم في قناة حلويات نخيل عبارة على كيك بالشوفان. كيك جد لذيذ وسهل وبسيط، والأهم من ذلك أنه جد صحي. نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا ليه اللايك. هذا هو الشكل ديال الكيكة ديالتنا بعد ما طبطات، نوريها لكم من الداخل ديالها. نتمنى انها تعجبكم وديروها وتستمتعوا بالمذاق ديالها. عندنا هنايا في المكونات عندنا نصف كأس من الزيت، عفوا، عندنا 200 غرام ديال الشوفان او الخرطال، عندنا 4 بيضات، عندنا كذلك كأس الا ربع من السكر، وعندنا هذه رقائق الشوفان ورقائق كذلك اللوز للتزيين، وعندنا 2 أكياس من الخميره الكيماويه. وكذا هذا هو الشوفان اللي استعملت، يعني طحنته حتى ولا بودره على هذا الشكل، حتى ولا بحال مثل الدقيق. ثم عندنا كذلك، وهذا هو القالب اللي غادي نستعمل، يعني القطر ديالو 20 سنتيم، وعندنا كذلك كأس مملوء من الحليب. وغادي ناخذ الخلاط ديالنا وغادي نوضعوا فيه 4 بيضات. بطبيعه الحال من الاحسن ان البيض انه يكون بحراره الغرفه باش دائما نحصلوا على نتيجه تكون مرضيه. ثم غادي نضيفوا ليه رشه من الملح، وغادي نضيفوا ليه كذلك كاس الا ربع من السكر. ممكن تضيفوا كاس كامل من السكر. وبالنسبه للكاس اللي عبرت به هو الكاس ديال العنبه اللي الساعه ديالو 150 ملل. هنا بالنسبه لهاد الكيكه ديال الشوفان يعني اكتفيت فقط بنكهه الفانيلا. ممكن انكم تضيفوا نصف ملعقه صغيره من القرفه، يعني كتواتى جيدا، يعني كتماشى جيدا مع الشوفان. وكذلك ممكن تضيفوا القليل من المكسرات مثل الجوز، يعني حسب الرغبه. هنا غادي نضيف بعد ما خلطت البيض جيدا مع السكر ومع كذلك رشه من الملح مع الفانيلا، غادي نعاود نحل الخلاط ديالو، وغادي نضيف ليه عفوا نصف كاس من الزيت وكاس من الحليب، وغادي نعاود نخفق الكل حتى يمتزج الكل. ثم بعد ذلك غادي نخويه في هذا الاناء كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف ليه هنايا بالنسبه ل 200 غرام ديال الشوفان اللي طحنتها، عطاتني 2 كيسان ديال العنبه وتقريبا وربع، يعني ماشي بالضروره 2 كيسان بالضبط، يعني عطاتني 2 كيسان وربع ديال الدقيق ديال الشوفان. وغادي نضيف، نسيت هنا ما صورت، غادي نضيف كذلك نصف كاس ديال العنبه ديال الدقيق العادي باش تكون عندي الكيكه شيئا ما متماسكه. كما كتعرفوا بان الدقيق ديال الشوفان يعني ما كتكونش الكيكه ديالته متماسكه، يعني كتفتت، يعني كتفتت. وباش نضمن انها تكون متماسكه يعني زدت ليها نصف كاس ديال الدقيق العادي، يعني الخاص بالحلويات. يعني هنا المجموع ديال الدقيق اللي درت 200 غرام ديال الدقيق ديال الشوفان المطحون، و50 غراما من الدقيق العادي الخاص بالحلويات. هنا كما تشوفوا معايا انا ضفت كذلك 2 أكياس من الخميره الكيماويه او ما يعادل 16 غرام. ثم انا غادي نفرغ الخليط ديالي في القالب بطبيعه الحال اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق جيدا باش نضمن ان الكيكه ديالتنا ما تلصقش. ثم غادي نرش الوجه ديالها بالخليط، يعني من رقائق اللوز وكذلك من رقائق الشوفان. ثم غادي ندخلها للفرن يعني على نار جد هادئه فقط من الاسفل حتى غادي طيب لينا. يعني خدات معايا 45 دقيقه، هذا هو العلو ديالها كما كتشوفوا معايا، يعني كتجي جد لذيذه وهشه، وكذلك يعني الاهم من ذلك انها صحيه. نتمنى ان الكيكه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتستمتعوا بالمذاق ديالها مع الاسره ديالكم او مع الاطفال ديالكم. وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله. وما تنساوش ديروا ليها لايك وكذلك تبارطاجيوها وكذلك تخليوا لي تعليق، وشكرا لكم على حسن المتابعه.